وإلى استعراض الأحوال الجوية والبداية مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية. بتقول في بيانها أنه بيشهد اليوم طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. متوقع اليوم أيضا أنه يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2 ل 3 درجات. متوقع اليوم شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة أيضا من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة. نستعرض مع حضراتكم بيان التفصيلي بدرجات الحرارة. تعالوا نشوف البيان بيقول لنا إيه النهاردة. القاهرة النهاردة مسجلة 37 26، العاصمة الإدارية 38 27، 6 أكتوبر 38 27، السلوم 33 24، العلمين الجديدة 31 24، اسكندرية 32 24، اسماعيلية 40 25، بورسعيد 34 25، دمياط 32 25، الغردقة 42 29، شرم الشيخ 39 30، السويس 39 26، الوادي الجديد 43 24، رفح 33 24، طابة 37 25، بني سويف 40 26، الفيوم 39 26، سانتي كاترين 35 20، الأقصر 43 28، أسيوط 41 26، المنيا 40 25.